والدة سارة بطلة بالنسبة لها، لأنها أعظم أم وأفضل عالمة في العالم. ولكن حتى والدة سارة لا يمكنها التوصل إلى علاج لفيروس كورونا. أمي، كيف يبدو فيروس كورونا؟ إن فيروس كوفيد 19 أو فيروس كورونا صغير جداً، لا يمكننا رؤيته، لكنه ينتشر من سعال أو عطاس الأشخاص الذين يحملون المرض، أو عند ملامستهم للأشخاص أو الأشياء التي تحيط بهم. يعاني الأشخاص الذين يحملون المرض من حمى وسعال، وقد يعانون من بعض الصعوبة في التنفس. ها، إذن لا يمكننا مواجهته كوننا لا نراه. يمكننا مواجهته، ولهذا السبب أريدك أن تكوني بأمان يا سارة. فهذا الفيروس يؤثر على أطياف عديدة من الناس، ويمكن لكل شخص المساعدة في مواجهته. والأطفال مميزون ويمكنهم مساعدة أيضا، لذا عليك أن تبقي في أمان لصالحنا جميعا. أريدك أن تكوني بطلتي. استلقت سارة على السرير في تلك الليلة ولم تشعر أنها بطلة على الإطلاق، فشعرت بالضيق وأرادت الذهاب إلى المدرسة، لكن المدارس كانت مغلقة. وأرادت أن ترى أصدقائها، لكن هذا لم يكن آمنا. وأرادت سارة أن يتوقف فيروس كورونا عن إثارة الذعر في عالمها، وقالت لنفسها وهي تغمض عينيها لتنام: إن الأبطال لديهم قوى خارقة، ماذا لدي أنا؟ وفجأة همس صوت خافت باسمها في الظلام، فردت عليه سارة بصوت خافت: من هناك؟ ما الذي تريدي حتى تكوني بطلة يا سارة؟ ماذا أريد؟ أريد طريقة لأخبر بها كل الأطفال في العالم كيف يحمون أنفسهم حتى يتمكنوا من حماية جميع الأشخاص الآخرين. فما الهيئة التي تريدينني أن أكون عليها؟ أريدك شيئا يمكنه أن يطير، شيئا صوته جهور، شيئا يمكنه المساعدة. وفي لمح البصر ظهر شيء مدهش تحت ضوء القمر. ماذا تكون؟ أنا آريو. لم يسبق أن رأيت أي آريو من قبل. لقد كنت هنا طول الوقت، فقد أتيت من قلبك يا سارة. إذا قدمت لي المساعدة يمكنني أن أخبر كل الأطفال عن فيروس كورونا، يمكنني أن أكون بطلة. لكن انتظر يا آريو، هل من الآمن أن أسافر وفيروس كورونا منتشر في الأرجاء؟ سيكون آمناً إذا سافرت فقط معي يا سارة، ولا يمكن لأي شيء أن يؤذيك إذا كنت معي. فقفزت سارة على ظهر آريو وارتفعا سوياً، وخرجا من نافذة غرفة نومها إلى سماء الليل، وحلقا نحو النجوم ورحبا بالقمر. وحين أشرقت الشمس هبطا في صحراء جميلة بجوار الأهرامات، حيث كان يلعب مجموعة من الأطفال. صاح الأطفال في فرح ولوحوا إلى سارة وآريو: مرحبا، أنا سليم، ماذا تفعلان هنا؟ معذرة، لا يمكننا أن نقترب أكثر من هذا، فيجب أن نبقى على بعد متر واحد على الأقل. نعم يا سليم، ولهذا السبب نحن هنا. أنا سارة وهذا آريو. هل تعلم أن الأطفال يمكنهم الحفاظ على سلامة جيرانهم وأصدقائهم وآبائهم وأجدادهم ضد فيروس كورونا؟ علينا جميعا. أجل، أن نغسل أيدينا بالماء والصابون. نعرف يا سارة، كما يجب علينا أيضا أن نسعل في ثنايا مرافقنا إذا كنا مرضى، ونلوح بالتحية إلى الناس بدلا من مصافحتهم بالأيدي. إننا نحاول البقاء في المنزل، لكننا نعيش في مدينة مزدحمة للغاية، ولا يمكن للجميع البقاء في المنزل. حسنا، من الممكن أن أساعدك في هذا الأمر. لا يمكن للجميع رؤية فيروس كورونا، ولكن يمكنهم رؤيتي. اقفز على ظهري، لكن أرجو أن تجلسا على جانبي جناحي، فهما بعيدان عن بعضهما مسافة متر واحد. وحلق آريو في السماء بصحبة سليم وسارة الجالسين على جناحيه، وحلقا في أرجاء المدينة وبدأ في الزئير.
ونادى سليم على الأطفال المتجولين في الشوارع بصوت عال: هاي يا أطفال، اذهبوا أخبروا عائلاتكم أننا أكثر أمانا داخل المنزل، ويمكننا أن نعتني ببعضنا البعض بشكل أفضل إذا مكثنا في المنزل. كان الناس مندهشين بما رأوا، ولوحوا إليهم ووافقوا على الذهاب إلى منازلهم. زأر آريو بصوت عال في السماء وصاح سليم في فرح، وكانت تطير بجوارهم بين السحب طائرة تحمل ركابا ينظرون إليهم في ذهول. من الممكن أن يضطر الناس توقف عن السفر قريبا، فهم يغلقون الحدود حول العالم، وعلينا جميعا أن نبقى حيث نحن. أشعر أن الكثير من الأشياء قد تغيرت، كنت أخاف من تغيرها أحيانا. قد تشعرين بالخوف والارتباك عندما تتغير الأمور يا سارة، لكنني عندما أشعر بالخوف أتنفس ببطء شديد وأزفر نارا. أخرج آريو كرة نارية كبيرة من فمه. كيف تهدئون من روعكم عندما تصابون بالذعر والهلع؟ أحب أن أفكر في شخص ما يشعرني بالأمان. وأنا أيضا أفكر في كل الأشخاص الذين يساعدونني على الشعور بالأمان، مثل أجدادي، إنني أفتقدهم ولا يمكنني عناقهم لأنني قد أصيبهم بفيروس كورونا. عادة ما نراهم في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن ليس الآن، لأننا يجب أن نحافظ على سلامتهم. هل يمكنك التحدث إليهم؟ إنهم يتصلون بي كل يوم وأخبرهم بكل ما نقوم به في المنزل، وهذا يهون الأمر علي وعليهم أيضا. من الطبيعي أن نفتقد إلى الأشخاص الذين نحبهم ولا يمكننا رؤيتهم الآن، فهذا الأمر يبين قدر اهتمامنا. هل ستشعران بتحسن إذا قابلتم أبطالا آخرين؟ أجل من فضلك. حسنا، تمتلك صديقتي ساشا قوى خارقة مميزة للغاية، هيا نذهب إليها. وهكذا حلقوا إلى الأسفل وهبطوا في قرية صغيرة، حيث كانت توجد فتاة تقرأ الكتب خارج منزلها، وضحكت عندما رأت آريو والطفلين جالسين على جناحيه وصاحت: آريو مهلا، يجب أن نبقى على بعد متر واحد على الأقل، لذا سأرسل لك عناقا في الهواء. لقد شعرت بهذا العناق عندما أخبرتني بذلك يا ساشا. أحب الطريقة التي تستخدمي بها الكلمات لإبداء اهتمامنا، ونظهر ذلك بأفعالنا أيضا. أردت أن يعرف أصدقائي عن قواك الخارقة. أنا؟ وما هي قوة الخارقة؟ عندما شعر أحد أفراد عائلتك بالمرض بقيت في المنزل لتضمن عدم نقل فيروس كورونا إلى أي شخص آخر. نعم إنه أبي، وهو يقيم في غرفته الآن حتى يتعافى تماما، ولكن الأمر ليس سيئا للغاية، فنحن نلعب ونطهو الطعام ونقضي الوقت في حديقتنا ونتناول وجباتنا معا، وأقوم أنا وإخوتي بممارسة بعض التمارين الرياضية والرقص، ونقرأ الكتب، وأستطيع مواصلة التعلم لأنني افتقدت إلى المدرسة في بعض الأحيان. انتابني شعور بالغرابة في البداية من البقاء في المنزل، لكنني اعتدت عليه الآن. هذا ليس بالأمر السهل دائما يا ساشا، فأنت تجدين سبلا لتحظي بالمرح والانسجام مع من تحبينهم في المنزل، وهذا ما يجعلك بطلتي. هل تشاجرت مع عائلتك من قبل؟ إننا نتشاجر أحيانا، لكن علينا أن نتحلى بالمزيد من الصبر والمزيد من التفاهم، وحتى الإسراع في الاعتذار عن الخطأ. إنها قوة خارقة حقيقية، لأنها قد تشعرنا نحن والآخرين بالتحسن. كما أنني أحتاج إلى البقاء بمفردي قليلا، فأنني أحب الرقص والغناء بمفردي، ويمكنني أن أتحدث إلى أصدقائي في بعض الأوقات. لكن يا آريو، ماذا عن الأشخاص البعيدين عن المنزل أو الذين ليس لديهم منزلا؟ هذا سؤال عظيم يا سارة،
دعينا نذهب ونكتشف ذلك. وهكذا ودعوا ساشا وانطلقوا مرة أخرى. أصبح الهواء أكثر دفئاً عندما هبطوا على جزيرة يحيطها البحر من كل جانب. وهناك وجدوا معسكراً فيه جمع من الناس، فرأتهم واحداً من الفتيات ولوحت إليهم من بعيد. مرحباً يا آريو، يسعدني رؤيتك مرة أخرى. إننا نحاول أن نبقى على بعد متر واحد على الأقل، لذا سأتكلم إليك من مكاني، ولكنني أود أن ألتقي بأصدقائك. اسمي ليلى. مرحباً يا ليلى، أنا سارة وهذا سليم. يبدو أنكم تحاولون وقاية أنفسكم من فيروس كورونا، ماذا تفعلون أيضاً؟ إننا نغسل أيدينا بالماء والصابون. هل تسعلون أيضاً في ثنايا مرافقكم؟ نحاول جميعاً أن نتحلى بالشجاعة، ولكن ينتابني القلق حيال شيء ما. هل يمكنني التحدث عنه معكم؟ لقد سمعت أن أحد الأشخاص أصابه المرض وتوفي على إثره، وقد أصابني هذا الأمر بذعر شديد. هل من الممكن أن يموت الناس فعلا من فيروس كورونا؟ أخذ آريو نفسا عميقا وقال: نعم أيها الأبطال الصغار، إنه أمر غريب. لا يشعر بعض الناس بالمرض على الإطلاق، ولكن بعض الناس يصيبهم المرض الشديد وقد يموت آخرون، وهذا هو السبب الذي يضطرنا جميعا أن نحرص بشكل خاص على كبار السن والذين يعانون من أمراض أخرى، حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. عندما نشعر أحيانا بالذعر الشديد، قد يساعدنا تخيل مكان آمن في عقولنا على الشعور بالأمان. هل تودون محاولة هذا الأمر معي؟ فقالوا جميعا نعم. عندئذ طلب آريو من الأطفال أن يغمضوا أعينهم ويتخيلوا مكانا يشعرون فيه بالأمان. ركزوا على ذكرى أو وقت ما كنتم تشعرون فيه بالأمان، ثم سألهم ما الذي يستطيعون رؤيته وما الذي يشعرون به وماذا يستنشقون في مكانهم الآمن، وسألهم عما إذا كان ثمة شخص مميز يودون دعوته إلى مكانهم الآمن، وما الذي قد يتحدثون عنه سويا. يمكنكم أن تذهبوا إلى مكانكم الآمن متى شعرتم بالحزن أو الذعر، وهذه هي قوتكم الخارقة، ويمكنكم مشاركتها مع أصدقائكم وعائلاتكم. وتذكروا أنني أهتم بكم كما يهتم بكم العديد من الناس، فهذا سيساعدكم أيضا. يمكننا أن نهتم جميعا ببعضنا البعض. هذا صحيح يا ليلى، يمكننا أن نهتم ببعضنا البعض أينما كنا. هل تودين أن تأتي معنا في رحلتنا الأخيرة؟ قررت ليلى السفر مع آريو وأصدقائها الجدد، وسعدت سارة كثيرا بالانضمام ليلى إليهم لأنها تدرك أنها تحتاج ذلك. بدأت تظهر ببطء الجبال الثلجية في الأفق، وهبط آريو في مدينة صغيرة حيث كان يلعب بعض الأطفال بجوار أحد المجاري النهرية. صاح أحدهم ملوحا إلى آريو: آريو آريو. مرحبا يا كيم. أعزائي، أريد منكم أن تلتقوا ببعض أصدقائي الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه. بماذا كنت تشعر يا كيم؟ كنت أسعل وأشعر بارتفاع درجة حرارتي في بعض الأحيان، كما كنت متعبا حقا ولم أود اللعب لعدة أيام، لكنني نمت كثيرا واعتنت بي عائلتي، واضطر بعض أبائنا وأجدادنا للذهاب إلى المستشفى، وكانت الممرضات والأطباء في غاية اللطف معهم، وساعدنا الناس في مجتمعنا في أمور المنزل، وبعد أسابيع قليلة شعرنا بالتحسن مرة أخرى. وأنا صديق كيم. لم تتوقف صداقتنا بسبب إصابة كيم بفيروس كورونا، حتى لو لم أتمكن من مقابلته، ولم أتوقف يومنا الاهتمام بشأنه، ونسعد جميعا باللعب سويا مرة أخرى.
في بعض الأحيان يصبح أهم الأمور بين الأصدقاء على الإطلاق هو وقاية بعضنا البعض، حتى لو كان ذلك يعني البقاء بعيدين عن بعضنا لفترة ما. يمكننا القيام بهذه الأمور من أجل صحتنا وصحة أصدقائنا. يوما ما سنتمكن جميعا من اللعب مرة أخرى والعودة إلى المدرسة مثل ما كنا نفعل. حان الوقت للذهاب للمنزل وأن تودع سارة أصدقائها جدد، ووعدوا بعضهم البعض أنهم لن ينسوا هذه المغامرة التي خاضوها سويا. انتاب سارة الحزن لأنهم ربما لن يتمكنوا من مقابلة بعضهم لفترة من الزمن، لكنها شعرت بتحسن عندما تذكرت ما قاله آريو. عادهم آريو مرة أخرى إلى منازلهم وبقي مع سارة حتى استغرقت في النوم، وقبل أن يرحل سألته سارة: هل يمكننا القيام بهذه المغامرة غدا؟ لا يا سارة، لقد حان الوقت لتبقي مع عائلتك الآن. تذكري قصتنا، يمكنك الحفاظ على سلامة من تحبينهم بغسل يديك والبقاء في المنزل. لن أبتعد عنك أبدا، ويمكنك البقاء معي دائما عندما تذهبي إلى مكانك الآمن. أنت بطلي يا آريو. وأنت بطلتي أيضا يا سارة، وأنت بطلة لكل من يحبونك. تغرقت سارة في النوم، وعندما استيقظت في اليوم التالي كان آريو قد ذهب، لذا ذهبت إلى مكانها الآمن لتتحدث إليه، ثم رسمت كل شيء رأته وتعلمته من المغامرة التي خاضتها. هرولت سارة إلى أمها برسوماتها لتخبرها عن أخبارها، وقالت: يمكننا أن نساعد ناس على البقاء آمنين يا أمي، لقد قابلت العديد من الأبطال في المغامرة التي خضتها. حسناً يا سارة، أنت على حق، يوجد العديد من الأبطال الذين يحافظون على سلامة الناس ضد فيروس كورونا، مثل الأطباء والممرضات الرائعين، لكنك ذكرتني أننا جميعاً نستطيع أن نكون أبطال، ولكن بطلتي الحقيقية هي أنتِ.